ليه السرنجة اللي بنستخدمها في التأكيل بتتقل وبتبوظ مننا واحنا بعد ما بنأكل بيها الزغاليل؟ هقول لك كل حاجة بعد ما تعمل لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى. ليه السرنجة بتتقل؟ السؤال ده اتسألته النهاردة، ليه السرنجة بتتقل وبتبوظ بعد الاستخدام؟ هقول لحضرتك ليه السرنجة بتتقل وانت بعد ما بتشتغل. ليه؟ ان السرنجة دي معمولة، او اي عموما السرنجات اللي هي البشري معمولة انها تستخدم مرة واحدة بس، سواء كبيرة او صغيرة معمولة للاستخدام البشري، فمش معمولة ان انت تستخدمها يعني ما تقعدش معاك سنة والكلام ده. هي معمولة مرة واحدة الاستخدام، لكن احنا بنستخدمها اكتر من مرة وانا بتعيش معايا كتير. بس هقولك انا بعمل ايه. هتعمل ايه علشان السرنجة تعيش معاك كتير اكبر مدة، مش هقولك مدى الحياة. طيب قبل ما نقول الحكاية دي، عشان الناس اللي مستعجلة وهتشوف الفيديو، دي السرنجة، دي السرنجة البيطري. انا جايبها من عند الحاج اشرف خضيرة الله يبارك له، معرفش لسه بيجيبها ولا لا، في دمياط. لو انت محتاجها اسألوا عليها، هتلاقي الصفحة بتاعته اشرف خضير او محلات افندينا لمستلزمات الطيور. السرنجة دي مش مهم اقول على سعرها، لان هي عندي من مدة. ميزتها هي عندي بقالها اكتر من سنة، لكن هي بتشتغل وبيجي معها قطع غيار. ميزتها ان هي بتتفك يا جماعة، اهو تفكها وتنظفها، شفت ازاي؟ دي البيطري، وبتستخدم عندي بتاع مع التأكيل اللي هو الميكس ده، وممكن تستخدم في الحقن كمان. الميزة بتاعتها ان هي بيجي معها قطع الغيار، ممكن تلاقي الكيس معها جاي فيه الجلدة دي لو الجلدة اتغيرت. هي دي السرنجة اللي بتعيش معاك غير السرنجة، لكن هي غالية، لكن هنقول لك كل شيء بتمنه. السرنجة دي غالية، فهقول لك ازاي تحافظ على سرنجة اللي هي بنشتريها بخمسة جنيه من الصيدلية، سواء او حتى اللي بجنيه ونص او بجنيه، السرنجات اللي هي العادية اقول لك ازاي تحافظ عليها. لكن قبل ما نشيل السرنجة دي خلاص، قبل ما نشيلها، بتشتري معاها السن ده بتاع التأكيل اللي بيخش في حصلة الزغلول، تمام؟ لو انت عايزها، ما انتش عايزها خلاص بتشتغل بالسرنجة العادية. وما تنساش برضو المبسم السيليكون، مبسم السيليكون بينفع مع السرنجات دي. المعدة الكبيرة دي طبعا محتاجة، او هي مش محتاجة، هي انا بزغط بيها كده الزغاليل الكبيرة مش محتاجة، لكن هي الزغاليل الصغيرة بأكلها بالسن ده اللي هو من عمر يوم بالمبسم السيليكون الطري ده. طيب هنشوف ايه اللي بيبوظ السرنجة دي. انت حضرتك بعد ما بتخلص تأكيل ما بتغسلش السرنجة كويس، ده سبب. السبب تاني، بتغسلها كويس وانت بتعينها كده للاخر، بتدخل دي كده للاخر كده، بتروح لازقة الكاوتشة دي هنا، تيجي تشدها تلاقي الكاوتشة دي لزقت، ما عادتش راضية تسيب المكان ده. لا، اما تيجي تقفلها وتعينها بعد ما نظفتها، تخلي في فراغ كده، ما تخليهاش للاخر، خلي في فراغ كده، تمام؟ واما تيجي قبل ما تستخدمها في كل مرة، السرنجة معانا اهو، معانا انا معايا زيت الطبيخ بتاعنا اللي بيستخدم في الطهي. قبل ما بستخدمها هقوم عامل كده من فوق كده، منقط نقطة في كل ناحية اهو في الفتحات دي، خلاص كده. واقوم شادد لبره، شادد لبره كده، وادخلها لجوه كذا مرة مع اللف كده، الزيت بينزل خلاص. يبقى كده زيتنا السرنجة بزيت الطبيخ. زيت الطبيخ مش هيضر الزغاليل في حاجة لو نقطتين الزيت دول جم مع التأكيل. شفت السرنجة بعد ما كانت تقيلة، بسم الله ما شاء الله، خلاص بقت زي الحرير، خلاص ما عادتش تقيلة، مشت السرنجة معانا كده، تمام. ولما تيجي تعين السرنجة ما تنساش ان انت تشد لبره كده، ما تخليهاش لازقة كده، عشان اما تيجي تستخدمها المرة اللي بعدها تلاقيها سليمة. ملحوظة كمان، شوف هنا الكاوتشة دي وانت بتغسلها، طلعها ونظف المكان ده علشان ما يكونش بكتيريا. وريت تغسلها بالخل، تطهرها بالخل
بعد ما تستخدمها بمية وخل، طهرها بمية وخل وعينها تمام علشان ما تكونش بكتيريا وتعي الحمام. كده يكون خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.